من منطقة إيغوردان تابعة جماعة فم العنصر. هذه المنطقة دي بالضبط سميتها تفروين انت زين علي. الحمد لله في الوضع ديال تيويزي. تيويزي كتسمى القبيلة كتجمع في شي واحد مسكين وكا بحال بقات ليه شي حاجة المهم تيجيو تيعاونوه فيها تيقضيو سميتو بحال الحصاد بحال الحارت بحال أي حاجة بحال العرس بحال العزاء. تيويزي قبيلة كتجمع كتعاون ذاك السيد. كيتعاونوا في السره وفي الضره والحمد لله هاد القبيله هادي فرحانين بهم وراه جاو لعندنا فرحانين بينا وحنا فرحانين بهم الحمد لله درنا لهم سميتها درنا لهم الضحيه الحمد لله ذبحنا لهم بهيمه ودرنا لهم الشوا الحمد لله حتى هما راه تعاونوا معنا راه غادي يحصدونا القمح ان شاء الله وبزاف من الحوايج ان شاء الله تيتعاونوا هاد القبائل هادو الحمد لله. احنا في منطقه اقليم بني ملال التابعين لجماعه فم العنصر اقليم بني ملال والحمد لله واخا تشوفوا الناس بحال هكا راه ماشي على الحصاد ولا في الدراس اللي تيعاونوا في تلف مصالح الاخرين. هذا دابا الطريق اللي شفتوا دابا راه جيتوا منها ما كاين فيها لا طريق لا والو الحمد لله دابا راه تنجمعوا عليها ان شاء الله غادي ندوزوها اللي توصلنا الماكينه لا حيت مازال حنا الماكينه كاع ما وصلتنا باقي تندرسوها بالباي. هذا الخير ديال سي دربه ديال القمح راه غادي ندرسو بالباي غادي تكون واخا تكون عندنا شويه تمارا في الدريس ولا الله الحمد لله ما كرهناش الماكينه تدوز ولكن لا ما عندناش الطريق لا باقيين في العزله والحمد لله القبيله ديالنا فرحانين بهم وتنفتخروا بهم جاو عاونونا وحيدونا من هاد التمار هادي شي كنتمناو يبقاو حنا لقيناه في عند جدودنا وان شاء الله لقيناه عند والدينا وحنا تابعين وتنتمناو حتى حنا ولادنا ان شاء الله غادي يتبعوا هاد الشيء يبقى مستمر تبقى القبيله هكا ان شاء الله مجموعه الحمد لله كيتعاونوا في الضره والسره الحمد لله. غردان حسب من غير الجامعه فم العنصر عملت مني من الله المنطقة ني غردان انت تايدي لان القمة الجبل لا يعاري افلان الجبل لا القمة غردان نكوني الحمد لله نعيش في المنطقة الوقت نصيف من الوقت دغنا نصيف انت مكرا داتي لي تويزي ام عوانيتيا داتي نينيان بنادم لا غرسو نبدو بزاف داتي التعاون داتي تجمع نمدن مكراس الحمد لله الا غرش المشكل الموت داست الدون عزان تعاون الناس الا الفرح داست تعاون اردي فوق الفرح الحمد لله تا المنطقه يدغني غردان الحمد لله تعاون بنادم يعني متاسل بهمت ذاتي تعزان عاون نتي صغل بهمت ياضن يعني متاسل مال داست تعاون الحمد لله والنميش قال حالي قال مسكين داست جمعه انت مسكا الزكاه وان المسائل ذاتي تعاون الحمد لله دات معاون مدن ديال المنطقه يدغ الحمد لله تسولي نسالي يا سول بنادم دايت دادي سي تريما ويا الحمد لله حتى هي المنطقه يدغني غردان سلم مدن هات غوري ان شاء الله هذا سني خلص ربي مدن يدخ نادي دان محن مقر ولا مدن دادي دان هذا غينين هذا سني خلص مولانا قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم وخاصه تواصلوا معي ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.